قصة جميلة جدا عجبتني، أغنية سيدة مصرية عندها 55 سنة اسمها فاطمة، مقدمة عايزة تعمل عمرة. مين اللي وداها تعمل عمرة؟ جارها اللي هي مربياه اسمه أيمن جورج، واحد مسيحي قبطي وهي مسلم، طلعها على حسابه وعمل لها إجراءات العمرة لأنه قال دي ربطني زي أمي. الموضوع أنا بالنسبة لي مش مثير، يعني أنا بالنسبة لي مش خبر، لأن عشت حاجات زي كده كتير وشفت حاجات زي كده كتير، لكن أنا بنقلها للناس بقول بجد بجد الناس على فطرتها طيبة. الناس على الفطرة، الناس جبلت على الفطرة، يلوث هذه الفطرة للأسف الشديد بعض الأشرار أو بعض الخوف إنجاز التعبير، لكن تاني بقول إن إحنا شعب أصيل، شعب على فطرته. الراجل أيمن جورج اللي أنا بحييه والسيدة فاطمة اللي أنا بحييها، فاطمة عيد عندها 55 سنة، إيه هو في الآخر قال دي زي والدتي، ده مربياني فأنا عايز أحقق لها حلمها وإن شاء الله أكمل. وأي حد نفس القصة عادي، يعني أنا شايف إن الأمر، يعني أنا عشان أعمل معروف فحد قدم لي معروف، حد عمل لي خير فأنا بعمل له خير. أعتقد مش محتاجة إن أنا أدور على دينه، أنا شخصيا بتكلم عن نفسي، أنا أبحث دائما عن مكنون الإنساني، المكنون الإنساني المختبئ داخلنا دائما. إحنا محتاجين إن إحنا نطلع لقطات حلوة للناس. إحنا أعتقد إن في خلال الفترة القادمة سيكون لك مشروع فكري، يعني أنا أتنبأ به أو كتب أو غيره تتحدث عن هذا، يعني هناك أناس، هناك ناس مركزين قوي في فكرة البحث عن دين الإنسانية، يعني الإنسانية الحقيقية اللي الأديان السماوية كلها بتكلم عليها. أعتقد في مشروع فكري بيتم داخل في إرهاصات لخروجه خلال المرحلة القادمة، مش مشروعي، مشروع آخرين، لكن بقول تاني خلينا نبحث عن الإنسانية في كل مكان في كل شيء. طيب معي الأستاذ أيمن جورج، أهلا بيك يا أستاذ أيمن. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وأنت طيب الأول. وحضرتك طيب ومصر كلها بخير يا رب دايما يا رب دايما. أنا مبسوط جدا باللي أنت عملته مع خالتك إنجاز التعبير، أو والدتك البديلة إنجاز التعبير السيدة فاطمة عيد، لما طلعتها عمرة على حسابك والناس مش فاهمة العلاقة الإنسانية أصلا إيه، الناس كانوا فاهمين غلط. قول لي يا أيمن إيه اللي حصل؟ والله أنا عايز حضرتك أقول لك كلمتين، إن مصر بخير وما فيهاش مسيح ومسلم، كلنا واحد. وأنا دعيت على حفلة بتاع تكريم الأمهات المثاليات في جمعية البر والتقوى فرع السلام، وخدت أمي ديت خدتها معايا وقاعدين عادي عشان يكرموها بهدية عادية عادي. فطلع الجمعية عاملة 3 رحلات عمرة للناس بتوع الجمعية، وهي أساسا ما حطتش اسمها في الموضوع القرعة وكده. فطبعا الناس عملوا القرعة وفي 3 كسبوا عمرة، فأنا واقف على المنصة لقيتها قاعدة كده بتعيط وبتقول يا رب ارزقني بعمرة. فنزلت لقيتها بتعيط جامد قوي، فبقول لها مالك يا ماما في ايه؟ قالت لي أنا نفسي في عمرة وربنا يكتبها لي إن شاء الله. قلت لها خلاص اعتبري نفسك أنت طالعة عمرة. رحت سايبها وطلعت على المنصة تاني، رحت مسكت المايك رحبت بيها جدا وقلت لهم أنا متبرع بعمرة لأمي اللي ما ولدتنيش. المقصود بالكلام إني مش تبرع بعمرة، ولا يعني إحنا في زمن المليان يكب على الفاضي. الله يكرمك أيمن، الله يكرمك أيمن. فإن يا ريس المليان يكب على الفاضي، وبعدين هنا هي دي مصر، كل يوم في كنايس بتتحرق وفي جوامع بتتحرق، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا نحب بعض ونحب الناس. وبعدين هم كتبوا الخبر، الجمعيه طبعا نزلت عشان ما اطولش على حضرتك، نزلت الخبر على صفحه الجمعيه، فناس كتير انتقدتني وقالت ده شو اعلامي، ده مش هيعمل حاجه. فالمهم انا التاشيره جت والحمد لله وديتها لغايه المطار، واتصورت انا وهي صوره عاديه جدا ونزلتها على صفحتي. قلت الحمد لله وفينا بالوعد، الناس بالناس. فلقيت الدنيا كلها بتكلمني الحمد لله، انا ولا عاملها شو اعلامي ولا محتاج يا عم ايمن، يا عم ايمن شو اعلامي شو اعلامي، اعمل الخير وسيبه ما تسالش عن الناس. لا الحمد لله ما تسالش على حد، ربنا ما تسالش على حد، ربنا يتقبل منك ربنا. وكل سنه وانت طيب ومصر بخير ومصر طيبه يا ايمن. الناس بالناس، متشكر ليك يا ايمن. شكرا يا ايمن. ايمن قال كلمتين، قال المليان يكب على الفاضي، باختصار يعني من غير فلسفه ومن غير تنظير، دي التكافل الاجتماعي، هي دي الكلمة اللي قالها أيمن.
المليان يكب على الفاضي، الغني ياخد باله من الفقير، الثري ياخد باله من اللي مش لاقي. كلمه المليان يكب كلمه طالعه من وسط مصريتنا، من وسط انسانيتنا. المليان يكب على الفاضي، ده الكلام اللي كان بيكتبه استاذنا اسامه انور عكاشه والناس اللي كانوا بيغوصوا في المجتمع بجد، يجيب انظف ما فيه وانقى ما فيه واطهر ما فيه. الناس تجيب النقاط المضيئه في هذا الشعب، في هذا المجتمع، مليان 100 مليون، 100 مليون حكايه، 100 مليون قصه، 100 مليون روايه، 100 مليون حلم، 100 مليون حاجه نظيفه موجوده. طلع وعلم المجتمع، طلع وقول للمجتمع عندك قيم تمسك بيها. احنا